السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم؟ لاباس. اليوم جيتكم في واحد الوصفه اللي هي جميله جميله جدا، وهذه الوصفه هذه غادي تعجبكم البنات. هذه الوصفه هذه كتصفي الوجه، كتبيضو، كتوحد اللون، كتعطي اشراقه، كتحيد منه كاع دوك الطبايع ديال الشمس ولا ديال الكلف ولا ديال الحبوب، كاع هذوك الطبايع كتنقصهم من الوجه. وماشي غير هادشي، بل كتبان لك الوجه ديالك كيبان صغر من السن ديالو ب 10 سنين حتى ل 12 سنه. غير صدقوني يا البنات غادي تعجبكم مزيان هذه الوصفه هذه، لانها كتحتوي على الرز وعلى الكركما او الخرقوم وعلى الحامض، وهادو ثلاثه عندهم فوائد كثيره على الوجه. كنعرفوا كاملين بان الرز راه هو كيحتوي على سيتان نوتي اوكسيدون، وغني بالفيتامينات، منها الفيتامين بي، عنده الحديد والزنك، وفيه البوتاسيوم والمغنيسيوم. اما الكركما فهي فوائد ديالها حتى هي كثيره، منها سيتانو اونتي اوكسيدون، كيبيض الوجه وكيعطي اشراقه. والحامض راه كلنا كنعرفوه ان الحامض فيه لا فيتامين سي اللي هي مهمه 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 بزاف للبشره ديالنا. وغادي نشوفوا الطريقه جميع كيفاش كنديروا ليها. دونك كناخدو هاد الفرينة ديال الأرز، كنزيدو عليها هداك الكركما كاملة، كنخلطوها مزيان، كنشدو ربعة ديال المعلقات ديال الفرينة الأرز وربعة المعلقات ديال الكركما. هاهوما خلطناهم بحال هكا، كنعصرو عليهم نص معلقة نص حامضة بحال هكا، أو ليمونة كيف كنقولو، نص حامضة أو ليمونة بحال هكا. كنزيدو عليهم واحد شوية ديال الماء، واحد المعلقة حتى لجوج ديال الماء، وكنخلطوهم مزيان، كنخلطوهم مزيان. كنزيدو الماء الى ما كانش، كنبقاو كنزيدو الماء حتى كيولي هاد الخليط هذا مندمج مزيان. فوالا انا درت نص كاس كامل بحال هكذا. وهاد الخليط هذا، هاد الوصفه هذه كيمكن لك تخليها بحال دابا، كديريها هكا كتخلط كلشي، وما كديريش كلشي في نفس النهار، وكتخليه في الثلاجه، وكل مره كتزيدي كل نهار كل ليله بلوتو، لان في الليل كنديروا هذا الماسك هذا غير بالليل الاكل، لان الحامض ما كيخصناش نديروه في النهار مع الشمس. دونك كنخلطوا بحال هكا وكنخليوه في الثلاجه، وكل ليله كنديروه فلوك على الوجه ديالنا مزيان. وصدقوني يا البنات راه كيعطيو واحد النتيجه رائعه رائعه جدا. بحال هي الخليط ديالنا، كنشدوه كنبقاو كنحطوه بحال هكا على الوجه بحال هكا، نصايبو غير بيديا، كنديرو بحال هكا، كنخليه على الوجه ديالنا، داك البلايص اللي فيهم الطبايع، ولا في الوجه ديالنا كامل الا بغينا نصفي الوجه كامل. و فوالا كنخليوه 20 حتى 30 دقيقة، وكنغسلو الوجه ديالنا، وغتشوفي النتيجة كيف دايرة. كيف قلت لك رائعة رائعة جدا البنات. وكنتمنى البنات إلا عجبتكم الوصفة ديروا ليا بلايك وتدقوا الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.